منذ إنشاء اتحاد ركوب الأمواج العالمي سنة 1976 تطورت هذه الرياضة بشكل كبير وتحولت من هواية بلا راع لتمضية الوقت إلى رياضة لها سمعتها العالمية. عرفت الكثير من الأسماء البارزة في عالم ركوب الأمواج مسيرة طويلة في الرياضة بفضل عقود الرعاية المجزية والجوائز المالية الكبيرة في الكثير من المسابقات حول العالم. ركوب الأمواج تمثل الآن صناعة بمليارات الدولارات وباتت بعيدة جداً عن بداياتها المتواضعة. بالنسبة لعدد ضخم من الناس فإن ركوب الأمواج ليس مجرد نشاط ترفيهي بل نمط حياة. في النهاية فإن هذا الأسلوب في الحياة هو ما جعل راكبي الأمواج من كل المستويات يسافرون حول العالم في رحلة بحث عن الجنة الشخصية لعالم ركوب الأمواج. وجد البعض ما يبحث عنه على بعد 400 كيلومتر شمال خط الاستواء في المحيط الهندي. خلال فصل الشتاء في فرنسا أبحث عن مكان آخر للذهاب إليه مع صديقتي كي نحظى بركوب أمواج جيد. كنت أبحث عن أمواج جيدة، وإذا أمكن مكان لا يكون كثير الازدحام، مكان لم أذهب إليه من قبل. بحثت قليلا ومن ثم قررت المجيء إلى سريلانكا. جزيرة سريلانكا التي تقع قبالة الجهة الجنوبية من الهند سحرت المسافرين إليها لقرون عدة من خلال إرثها الثقافي ومعالمها التاريخية ومناظرها الطبيعية المتنوعة. من خلال أكثر من 1,800,000 سائح يؤم سريلانكا كل عام، فإن السياحة تلعب دوراً أساسياً في اقتصاد البلاد، حيث تشكل 11% من الدخل القومي السنوي. تعد المدن الساحلية الأصلية غرب البلاد في سريلانكا من الوجهات الأكثر شعبية. شيهان راينات هو مرشد من مدينة هيكادو السياحية. الكثير من الناس هنا يعتمدون على السياحة، سواء المتعلقة بالبحر أم بالغابات. يمكننا القول إن نحو 70% يعتمدون على السياحة، والنسبة الباقية تعتمد في عيشها على الصيد. سياحة ركوب الأمواج هي ما تمنحني قوت حياتي، وركوب الأمواج أمر أحب القيام به. لا زلت أفعل ذلك عندما لا أجد من يدفع لي. رغم أن رياضة ركوب الأمواج حظيت بشعبية كبيرة في أجزاء من آسيا ذات يوم، لكن هذه الرياضة انتشرت بشكل بطيء في سريلانكا. الأمواج رائعة هنا، ولكن للأسف كان ذلك سبباً في الكارثة الطبيعية التي ضربت سريلانكا قبل 12 عاماً. في 26 من كانون الأول ديسمبر عام 2004 شهد الساحل الجنوبي من سريلانكا دماراً كبيراً بعد أن تسببت هزة أرضية تحت الماء بتسونامي. بلغت قوة الهزة الأرضية 9.1 من الدرجة على مقياس ريختر، وتسببت تسونامي بمقتل أكثر من 230,000 شخص في 14 دولة، وبلغ ارتفاع الأمواج نحو 30 متراً في بعض الأماكن. كانت سريلانكا من أكثر البلدان التي تضررت. طغت الأمواج على المدن الشاطئية والقرى. في غول يعتقد أن 10% من السكان قد قتلوا، بما في ذلك 1,700 شخص لقوا حتفهم بسبب قطار مكتظ ضربته موجة ارتفاعها 9 أمتار. راكب الأمواج المحلي شاشيكا أبي وكراما كان يبلغ من العمر 9 سنوات عندما ضربت تسونامي قريته جنوب غول. كان هناك إنذار ضعيف. بعد الموجة الأولى كان بإمكاننا أن نرى أن هناك موجة أكبر من بعيد. تسلقنا أنا ووالدي أشجار النخيل وتعلقنا بها. في قريتنا لقي 160 شخصاً حتفهم. كل الأبنية التي كانت على بعد 500 متر من الشاطئ دمرت. بدأت سريلانكا لملمة ما تبقى من مجتمعاتها الممزقة فيما كانت تتلقى المساعدات الدولية، لكن عملية التنظيف كانت طويلة وشاقة، مع تقارير عن وجود فساد كبير وسوء استخدام من الأموال ترافقت مع عملية إعادة التأهيل.
لحسن الحظ فقد وقفت سريلانكا على قدميها من جديد من خلال اقتصاد ثابت يركز على استراتيجيات طويلة الأمد وتحديات التنمية العمرانية. بالنسبة للناس الذين يقطنون في مدينته كدوى الساحلية، فقد فتحت رياضة ركوب الأمواج أبواباً لمصادر دخل ممكنة. يمكننا أن نركب الأمواج بشكل جيد كل يوم، السكان المحليون يسهلون الأمر، والأمر ليس مكلفاً بالمقارنة مع العيش هناك في فرنسا، لذا فالأمور تسير على ما يرام. ليست السياحة فقط ما يقود رياضة ركوب الأمواج في سريلانكا، فالمشهد يتنامى أكثر فأكثر، حيث يحاول السكان المحليون ترويض الأمواج التي دمرت ذات يوم منازلهم. قد لا يمر وقت طويل قبل أن يصل العديد من الأسماء الكبيرة في عالم ركوب الأمواج إلى هذه الشواطئ ليختبروا ما يمكن لهذا المشهد أن يقدمه، ولكن حتى ذلك الحين فنشا شيكا وأصدقائه عليهم أن يتحولوا إلى الإنترنت من أجل إشباع إلهامهم في هذه الرياضة. أتدرب كل يوم، عندما لا أقوم بتدريب الآخرين أو العمل في مقهى العائلة فإنني أشاهد الكثير من اللقطات حول ركوب الأمواج المحترف. أحب كيل سليتر حقاً، إنه راكب أمواج جيد للغاية، يمتلك الكثير من الثقة والأسلوب الجميل عندما يكون في الماء. آمل أن أصبح مثله يوماً ما. إنتاج نسخة من كيل سليتر قد يتطلب وقتاً طويلاً، ولكن مع ازدهار مشهد رياضة ركوب الأمواج فإنها لن تكون مفاجأة أن نجد بعضاً من المواهب السريلانكية في المسابقات الدولية خلال السنوات المقبلة. في ولاية تكساس الأمريكية يساعد برنامج للغولف الصغار من خلال طرق متنوعة. هذه هي نقطة الانطلاق الأولى الكبرى لمشروع أوستن. هذه هي فئة بار التي لدينا هذا الصباح. هؤلاء الأطفال عبروا المرحلة الأولى من البرنامج وقد تجاوزوا مرحلة مستوى لاعب الصف، والآن انتقلوا إلى فئة البار. لدينا حصص دراسية مدتها ساعة ونصف الساعة، ولدينا بداية ونهاية، ومن ثم لدينا اختبارات لعشرين دقيقة. إننا نحاول وضع لعبة محطة قصيرة وأخرى طويلة. البرنامج متاح للجميع، لا تهم الخلفية التي يأتون منها، العمر أو الإثنية التي ينتمون إليها أو أي شيء من هذا القبيل. لذا من الرائع أن نجد أناساً من خلفيات مختلفة لم يلتقوا ببعض من قبل جاءوا ليلعبوا الغولف. منذ عام 1997 خاض تجربة اختبارات هذا البرنامج نحو 10 ملايين طفل. نحاول تعليم مهارات الحياة من خلال لعبة الغولف وتعليم الأطفال كيف يصبحون لاعبي غولف داخل وخارج الميدان ويأخذوا هذه القيم المتأصلة من خلال ممارسة اللعبة كي يطبقوها على حياة الجميع. لا نحدثهم فقط عن مهارات الحياة، ولكننا نحاول أن نظهر لهم وأن نريهم أهمية المحافظة على سلوك جيد والعمل الجاد والمثابرة. نعلم التواصل الداخلي. نبدأ جولة في الغولف يتم من خلالها تقديم نفسك إلى شخص ما في الفئة الأولى، تماماً كما لو كنت تقدم نفسك من خلال موعد مع الطبيب، أو من خلال المدرسة في حضور المعلم، أو من خلال لقاء للمرة الأولى مع صديق جديد. من وجهة نظري، فإن البرنامج هو أفضل برنامج رياضي شاركت به، إنه يقوم بتجذيب وتعليم كل هذه القيم الجوهرية كالاحترام والمجاملة والمحاكمة الصحيحة وكل هذه الأشياء. تعلمت الكثير من الأشياء كالقيم الجوهرية التي تساعدني خارج ميادين الغولف، وهو أمر لم أكن أتوقعه فعلاً. اثنان من الأطفال عادا وقال أحدهما: حصلت على الوظيفة بفضل مهارات الحياة، أصبحت أعلم كيف أخوض المقابلة وأقدم نفسي وأكتب رسالة شكر بعد انتهاء المقابلة، لذا أعتقد أننا نجحنا في تحقيق إنجاز كبير. بعض من الأطفال الأكبر سناً نالوا الفرصة ليشاهدوا المحترفين من خلال بطولة لاعبي الغولف قيمت مؤخراً. سيشاهدون بشكل مباشر كيف تصبح لاعباً محترفاً وكيف يشقون طريقهم في مسار الغولف. الأمر يشكل ظاهرة في تعلم الخبرة، وأمل أن يستخلصوا بعض الأشياء من خلال ما بعد الحفرة السادسة، لأنهم كانوا في حالة رعب خلال الحفر الست الأولى. إنه أمر سوريالي، هذه الكلمة تلخص كل شيء. إنها خبرة عظيمة وهذا أمر مهم. الكثيرون بذلوا الكثير من الجهد والوقت في هذا الأمر، وأنا أشكرهم لأنني اعتدت على الخروج والوقوف هناك من أجل حمل العلامة أو تعديل النتائج، بينما أقف الآن إلى جانب هؤلاء المحترفين. من تسديدات البيردي إلى البوغي، يمكن للغولف أن تعكس الحياة، وهذه هي الرسالة. هدفنا هو المساعدة في تنشئة مواطنين صالحين في أوستن والعالم بشكل عام. معسكر هارفي بانيك للغولف، وهذا الصف الدراسي العملاق سيواصل تقديم خدماته للأطفال لما وراء الجيل المتواجد هنا اليوم.